نحن الحراك السويدة واقفين وقفة عز مثل كل أسبوع للمطالبة بحقوقنا، حقوقنا المواطني لكل الشعب السوري مش بس لأهل السويدة. نحن اليوم عم نطالب الإفراج عن الشاب الحر داني عبيد اللي اعتقلوا النظام من أكثر من شهرين على خلفية مشاركته بالاحتجاجات، باحتجاجات سلمية، لأنه شارك باحتجاجات سلمية اعتقلوه وعذبوه. نحن عم نطالب بحريته لأداني وإخراجه من المعتقل بأقرب وقت، بهمة الأحرار إن شاء الله. بده يخرج داني إن شاء الله، ما بصير غير مع أي حر من الأحرار سوريا يا رب. مستمرين للمطالب بحقوق وإخراج كل المعتقلين السوريين. نحن إن شاء الله بحمى الأحرار، وإن شاء الله إنه ما بصير علينا شيء.